This is ده جعران شغل يدوي احنا بنعمله جس قولي جس حجر فاهمني انت حجر واحنا بنشتغله يدوي بياخد 3 ايام تمام بناخد 100 ياخي الحته كام وبنقطعوها بالمنشار تمام وبنعمل ديزاين ديات هو الحجر هو الاسكربيوس الجعران بتاع الحظ الزباين كلها بتحب الجعران ده وبنكتب عليه الاسامي بالالفابت هو اللوغاريتم تمام وبنرسم عليه هنا قلوب عشان دياتي بيجيب الحظ من زمان. طب اكتر الجنسيات اللي ممكن تشتري الحاجات دي بقى جيرمان بيبل جيرماني الالمان فرانس بيبلز اللي هم فرنساوي فرنساوي تمام وسمول يعني بيبل فروم رشا الروس يعني الروس بس الالمان في الاول ذا بيست وان يعني هي الحجاره دي بتيجي من فين نمبر 1 ايه فروم لوكسور اللوكسور ترى Thank you.